أيقونة كرة قدم الجزائرية كما هو كما رابح ماجير كما أسماء أخرى، جمال مناد في هذا الفيتيار الصغير اللي حبينا يكون ان بتي كادو للانفيتي تاعنا. كل من مناد وكذلك مناد وجه لوجه مع الحارس مناد والهدف الثاني، مناد والهدف الثالث، ماجير مناد، ماجير مناد ومناد يسجل هذا الهدف الثالث، مناد اللاعب الممتاز، مناد يضيف الهدف الثالث، 3-0 لصالح الفريق الوطني، وهكذا الفريق الوطني يأخذ بالثأر، 3-0 بالنسبة لنيجيريا في سنة 80، واليوم الفريق الجزائري يسجل 3 أهداف في انتظار الدقائق. شوف شوف اللقطة، شوف اللقطة ومناد، لا مناد، مناد والهدف الرابع، مناد والهدف الرابع، يا سلام، مناد والهدف الرابع، 4-0 لصالح الفريق الجزائري، 4-0، 4-0، 1-2-3-4 في لقاء ممتاز في الشوط الثاني، ممتاز في الشوط الثاني، وهكذا الفريق الوطني يتحدى الفريق النيجيري ويسجل الهدف الرابع، ممتاز، ممتاز، وهكذا كرمالي يتمكن من تشكيلة فريق متكامل، كرمالي وكذلك فرقاني وكذلك سعدي، كل هذا وبدون ما ننسى عبد الوهاب أيضا مدرب الحر. رحيم في اتجاه مناد، مناد ماجر، ماجر مناد، مناد، شوف 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 مخالفة بطبيعة الحال، الحكم ما يقول حتى شيء. ورا ناحية مدان، مناد، مناد ماجر، ماجر مناد مليحة، مليحة مناد و... الأول والجمهور يتحرر واللاعبين يتحرروا من دون شك، ننتظر أهداف أخرى رغم صعوبة المهمة وفرحة الجمهور الجزائري الغفير، فرحة 80,000 متفرج بهذا الهدف الأول من إمضاء مناد. سنوات وسنوات طويلة ما عندناش أجواء مثل هذه مع كرة القدم الجزائرية، اللي نذكر آخر مرة فازت بلقب قارة هنا في ملعب 5 جوليا كان في سنة 90 بمناسبة نهائيات كأس أفريقيا. حفيظ كبيرة للاعب بالنسبة للشعب، أوه هاي اليمتع، هاي يلا الهدف شي بورصه.
جمال رانا نشوفوك بتاثر كثير لما شفت صور هذه، وش يذكروك صور مثل هذه؟ جمهور شبيبه القبائل، جمهور الجزائري سنه 1990، هذه ربما عينه صغيره من التاريخ تاعك، يعني ما قدروش نلخصوه في اربع دقائق ولا خمس دقائق. حقيقه راك رجعتني 20 او 19 سنه او 20 سنه لوراء، اكثر تاع 1990 اكثر. اكثر حقيقه ايه. انا هذا الشيء هذا كيما يقول لك سامدون لا شير دو فول، باسكو كاين حوايج يعني عشناهم في هذاك الوقت، يعني الانسان يتاثر كثير، يتاثر بهذ الالقاب هذه وبهذ النتائج هذو. يعني ما ندمتش انك اعطيتكم كره القدم الجزائريه؟ لا الحمد لله، الحمد لله الانسان دار قام بدوره كما لازم واديت دوري كما لازم، ويعني كنت راضي بهذا الشيء وجامي ريغريتي، جامي ريغريتي الحمد لله. سواء كانت في نادي شبيبه القبائل او في الفريق الوطني، نظن انا الواجب تاعي قمت به وقمت يعني بنيتي بزياده شويه بزياده شويه زياده، لانه شوف هذاك الوقت انا كنت محترف، كنت محترف في فرنسا، وهذا يعني باش نرجعوا يعني الوطنيه. الانسان عندما يقول لك يعني هذا وطني وهذا ماشي وطني، الوطنيه يعني تختلف من شخص الى اخر. انا كنت يعني الفريق الوطني عندما يستدعيني يعني بلا ما ننتظر يعني الفاكس هذاك، يعني نسمع برك تربص في الفريق الوطني، نحكم البي تاعي نشريه ونجي حابط، هذا هو. وبغير ما نذكروا نهار، بلا ما نحكوا لهذاك النهار توفى الوالد تاعي، تكلمنا عليها في عدد من العجوز يما الله يطولها في العمر، ربي يطولها العمر ان شاء الله. هي حللتني قالت لي روح تلعب، تروا جور ابري ورحت الاخر بعد الوفاه، بعد الوفاه تاع الوالد، ومشيت ولعبت مع الفريق الوطني وسجلت هدفين. بور فو دير بلي يعني مونطالمون ميم سي جيتي ان بو توشي و جيتي اموندري تو، مي جي سورمونتي تو سا، سورمونتي غراس لا فامي، غراس مي فرار مي سور، بصح محبه الناس اللي مازال تقاردي غراس اوسي او بوبليك و في لونغومون تاع البوبليك. لعبنا في عنابه، في عنابه على بالكم العنابه، الغاشي تاع العنابه، الجمهور تاع العنابه متحمس كثير. كنا جو مرابيل في لي سيونس دونترينمون نجي ونونترينيو ستاد ارشيكوم، ستاد ارشيكوم التدريبات، فما بالك في المباريات، فما بالك في المباراه، المباريات. الوالده تاعك انا ذاك ربي ان شاء الله يطولها في العمر، هي اللي قالت لك معليش روح العب، اللي قالت لي تحلل فيا، تحلل فيا بور فو دير يعني بور لو درابو ناسيونال، بور لو درابو ناسيونال، لانه هي هي شاركت في وقت الكيرا اللي عندها اللي اونسيان مجاهد مسبله كما يقولوك، مسبله هي اللي شاركت تانيك في النظام في الثوره. صافي بليزير يكون الله يرحمه، الناس كامل يعرفوا باللي جمال مناد من عائله ثوريه واعطى لكره القدم الجزائريه، رغم انه ربما ما كانش هذاك الاعتراف اللي ماذا بينا يكون في حياه سي جمال مناد والاسماء الاخرى. علي ريال لما تشوف مسيره تاع لاعب مثل هذا في المنتخب الوطني في شبيبه القبائل اللي راك تلعب فيها اليوم، صراحه يعني الي انكومبارابل مع شويه لا جينيراسيون تاع دوك بور نو با دير سي 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 سي. كيما نقول لك شرف لي انا راني معاه في كلوب هنا، الله يسلمك، نتمنى ان شاء الله ميم لي جون لا جينيراسيون اللي راه جايه دوكا يتعلموا شنو من الحوايج هذوما باش ماذا بينا احنا ميم احنا غدو ان شاء الله نشوفوا. كيما نقول لك شفت تيران كي سان جوي بطريقه كيما هذه، جمهور تاع شبيبه كبير والامبيونس ومنا، نظن بلي الحوايج هادو صافي لونطون ما شفناهمش، ان شاء الله يعاود يوليو ملعب جزائري ان شاء الله. ان شاء الله على كل حال راح يكون عندنا حديث على شبيبه القبائل، على الويكلو، على مولوديه الجزائر ومبارتها مع شباب قسنطينه، حديث ايضا على المنتخب الوطني، امور كثيره راح تشوفوها في حصه اليوم. قبل الحديث على التصريحات هذا الاسبوع، نتكلموا اولا على تتويج ياسين ابراهيمي في حفل مصغر من يد